تبي نجلس هنا ولا تبي نجلس هناك؟ تبي نجلس هنا، انا اقول هنا المكان كله لك. انا اقول نجلس هنا، نتك على الدرجه. يلا كنا جالسين عند، لا ما نجلس على الستيج، قول ما نجلس على الستيج. شيء شريف ما نجلس على الستيج، ابي اجلس هنا، ابي اتذكر كني عند بقاله كذا. يلا جيب الكاميرا علينا من قدام، صح ولا لا؟ صحيح. انا ايوه المفروض، لا ما في تساعدهم، عليك خصم، رجعنا. يا سلام. طيب شوف جابونا، شوف شفت كيف؟ طيب وش الفكره او الطموح اللي بتوصله مع الايام الجايه؟ اول شيء اهم فكره عندي او الشيء اللي انا مخطط عليه اني اضع لي بصمه خير في هذا البرنامج، هذا قبل كل شيء. حلو. الشيء الثاني يكون عندي بزنس، عندي مشروع، افكر في مشروع وان شاء الله باذن الله بعد البرنامج بحققه، بيكون لي انطلاقتي من هذا البرنامج باذن الله. الله يوفقك يا رب. طيب نبي موقف أثر بك يا بندر، صنع منك شخص آخر. والله المواقف كثيرة، لكن موقف تقريبا وفاة الوالد رحمة الله عليه. الله يرحمه يا رب ويغفر له ويسكنه في سيح جنات يا رب. طيب رسالة، بما أنك بمكان جميل جدا لقناة الواقع ويسمعونك ناس واجد، فرسالة توجهها أو نصيحة أو الكاميرا لكم. طيب وبحث. أول شيء اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهم شيء واللي هو برضه يدور في بالي الصلاة. أنصح نفسي وأخواني والناس كلهم اللي يتابعون بأن الصلاة أول طريق للنجاح. إذا ركز الواحد في صلاته فهذا أول طريق له في النجاح. الشيء الثاني بر الوالدين، أهم شيء برضه بعد رضا الله سبحانه وتعالى بر الوالدين. والشيء العبادات والأمور التي يعني تقربك إن شاء الله إلى الخير وتدلك على الخير، صيام الاثنين والخميس، أنواع كثيرة من العبادات، لكن أهمها الصلاة، بر الوالدين، الأثر الطيب، لأن ما بيبقى لك في هذا الحياة بعد موتك، وأكثر شيء يعيش بعد موتك اللي هو الأثر الطيب وسمعتك، هذه اكثر شيء تعيش بعد الانسان. يا رب يا رب ان شاء الله طلعت تسع مشروع. ايش رايك تحطني شريك يعني مره واحده؟ يعني لا تيجي انت 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 راعي المشروع انت. هاي هاي شوف ودي قوت تستاهل بس يعني ما اقدر امسكهم عذل. لا 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 انت انت اكبر هديه، اكبر نقطه. يا بعد حي ها وازع، ها سلطان ايش سويتوا؟ طيب عطوني الصورة الثالثة اللي موجودة، شباب ركزوا، تطلع صورة الحين، أسرع واحد يجيب كذا. شريف اسمع اسمع سلط بندر، أنا بمسك وازع عشان أنت تفوز. أبى أمسك وازع عشان أنت تفوز بس. يلا طيب عطني الصورة الثالثة أو الثانية اللي موجودة بعد. يلا واحد واحد اثنين ثلاثة، عطني الصورة. ها شوفني ماسك وازع، ها شوف، ها ها أسرع واحد يشرب علبة موية كاملة. سارة سارة هذا الماء مفيد للصحة، شفت كيف؟ والله حتى العابي مفيدة. أيوة فنان، هاي المكان دائم. عيد عيد حركة، عيد 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 بالله. حلو حلو. طيب واحد واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد. يا سلام، يلا الله يعطيك العافية. تصور على أخضر ورطتنا كذا. لا 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 اي بالله، ها خربوا خربوا مطبخنا. أيه مطبخكم. ها في حاجه نسيت اقولها. وش اقول؟ اربع اشياء لا تتركها في حياتك. اللي هي اول شيء لا تترك الشكر فتحرم الزياده. حلو. والدليل ولئن شكرتم لازيدنكم، دائما الواحد يقول الحمد لله والشكر. الحمد لله يا رب والشكر. الشيء الثاني لا تترك الدعاء، والدعاء اهم شيء صراحه، الدعاء انه اقوى سلاح مع المسلم. يقول لا تترك الدعاء وذكر الله فتحرم، فاذكروني أذكركم. لا تترك الدعاء فتحرم الاستجابة، ادعوني أستجب لكم. لا تترك الاستغفار فتحرم النجاة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله عليك. هذه الله عليك. شكرا لك على كلامك. شكرا طيب. لله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله أن أفدنا واستفدنا بإذن الله. حبيبي طيب بندر ممكن يعني ولا ما تبي؟ خلاص بندر يا ولد علي قصدي ولد. أنا بندر العلي. بند حلو بندر العالي يعني ما كل واحد صح؟ كل واحد. الله يسلمك. انا انا تبقى مثل كلمه انا لو تنقلب ما ادري خلاص ما ادري اسمح لي. معلم معلم يلا مشينا. يلا شفت كيف امون بسرعه.